السلام عليكم. اليوم نروح الملعب تيزي وزو، وقبل ما نبداو الفيديو هذا حبيت ناكد واحد النقطه مهمه بالنسبه ليا وبالنسبه للمصداقيه تاع القناه، انه بعض الناس ينتقدوا. انا نقول لهم باللي كل ما يكون عندي صور جديده ندير فيديو بصفه اوتوماتيكيه. اذا هذا هو. وثاني كذلك الا ما عنديش صور جديده ما نديرش فيديو، هذا هو يعني المعنى تاعها. ربما مرات الانسان يغلط يدير بيه صور يعاودها بسهو، مش حاجه مقصوده، لكن في 99.99% تاع الفيديوهات نتاعي لا اعيد صور مرة ثانية. إذن هذا هو. والاختصاص تاع القناة هو المنشآت، والملاعب هي تعتبر منشآت داخلة في المشاريع. إذن أتكلم على الملاعب من جانب يعني كبنى تحتية، من جانب تقني، من جانب البناء تاع الملعب بكل خصائصه. لا أتكلم عن مقابلة كرة القدم هو يعني هاد الامور هذه، ولا على اللاعبين، ولا هذا هو. اذا بدون ما نطول عليكم نخليكم تتابعوا هذا الفيديو، وهذا الصور كلها جديده وتعود الى ثلاث ايام هذه الماضي اللي مضت. اترككم تتابعوا الفيديو بدون ما نطول عليكم. السلام عليكم.